تكلمنا عن اعراض التهاب الجيوب الانفيه والحساسيه ونزلات البرد؟ الحقيقه احنا الانف جزء مهم من الجسم، بيهمنا جدا ان الانف تكون سليمه، لان بتبقى لو التنفس سليم الشخص بيقدر يتعايش ويقدر يروح عمله. لو في اي مشاكل في الانف بتاثر على حياته وبتاثر على عمله وبتاثر على حتى حالته النفسيه، فمهم جدا ان هو دايما يبقى يحافظ على ان انف تبقى سليمه، ما فيش اي امراض، ولو في اي حاجه بنقدر نعالجها بسرعه. اعراض الانف الحقيقه واضحه وبتبقى سهله جدا، وحتى المريض بيبقى حاسس بيها بصوره واضحه. انسداد في الانف اذا كان في افرازات او رشح، اذا كان في عطس، في بعض الحالات بيبقى في صداع موجود في الانف. في الحاله دي لازم يتوجه لدكتور الانف والاذن ويشوف اذا كان في حاجات كتيره بتبقى بسيطه وعلاجاتها بسيطه. احنا كمان يعني للاسف احنا برضو الجو مهم قوي، الاتموسفير او البيئه اللي احنا عايشين فيها لازم يبقى فيه تهويه كويسه، لازم يبقى فيه يبقى البعد عن بعض الابخره زي السجاير، بعض ابخره الكيماويات، المصانع، الحاجات دي بقدر الامكان نبعد عنها. كل ده هيساعد على ان الانف تبقى سليمه، وان احنا يبقى يعني ما بنشتكيش من اعراض فيها. اي اعراض بيشتكي منها لازم بيروح لطبيب الانف والاذن، واعتقد معظم الحالات بيبقى علاج طبي بسيط والحاله بتتحسن، ما بنحتاجش لتدخل جراحي في معظم حالات الانف وخصوصا حساسيه الانف. شكرا.